نعاودوها. شوف الدور هو اللي خلاني كما شافوا دريس الروخ كما شافوا المخرج انه خصو يكون بحال ما هكذا. خليت الشعر، دابا الناس كانوا كيسحبوني انني كنت قرع، انا ما كنتش قرع، انا ما كنتش معزيش عليا الشعر، ودابا راه نايض وانا ما عاملوش. باغي ان شاء الله ملي يكمل الدور غنعاود نحسن الحسنه ديالي عادي، مي اللوك ديال البيرسوناج وبني غيسالي البيرسوناج ان شاء الله غادي نحيد الشعر. البيرسوناج ديال جنين هو واحد الولد اليتيم وخدام في السوق ديال لافيراي، وغيوقعوا ليه بزاف ديال المطبات في الحياه، غيتلاقى مع دي بيرسوناج غيوقعوا ليه بزاف د الحوايج اللي غيغيروا ليه الحياه ديالو. ضروري كاين لمسه كوميدي، ضروري، ما يمكنش غير انا غيقدروا يشوفوني الناس مختلف تماما على داكشي اللي شافوني فيه، عندي تجربه جديده. وحنا كما كنقول لك خدنا غمار ديال التحدي ان شاء الله. حنا ولاد المدرسه ديال الكوميديا، كبرنا تاثرنا في الكوميديا، دوزنا بزاف لاسين، دوزنا دي سيري في الكوميك، كنا درنا تجربه وحده ديال الدراما، كان دراما كوميك هي ولاد علي. دونك هذه مغايره جدا، لانها البيرسوناج انه بيرسوناج حزين، انت ماشي كوميك، يقدر يكون الكوميك عند ناس اخرين، كاين دي بيرسوناج اخرين وسط العمل، مي انا واحد البيرسوناج اللي عنده ما عرفتش واحد الشخصيه كومبليكي بزاف، فيها شويه ديال الكوميك ولكن ماشي بهذيك الدرجه، درجه كبيره. هي مسؤوليه ودور ثقيل، ماشي شي حاجه اللي سهله. علاش عند الناس كيشوفوا يسار، كيشوفوا الكوميك، كيشوفوا الضحك، انت اول مره غيشوفوك بواحد واحد البيرسوناج جديد، فواحد الهيئه جديده. وحنا غاديين خدامين بمساعده ديال دريس الروخ، الصراحه خدم معايا بزاف، ضربنا تماره. حنا ديجا كتبنا حيت كانت الفكره ديالي انا، وهي قصه فعلا قصه واقعيه ديال جنين، وخدمنا عليها، خدم معايا على كل شيء، على التنفس، على لو جو، على زعما ضربنا تماره بزاف باش نحاولوا نحطوا هذا البيرسوناج. وانا ديجا كنت خدمت على البيرسوناج، كنت مشيت زدت البوا ديالي، زدت تقريبا شي 12 كيلو اللي زدتها، حيت عندنا فيه واحد ما بغيتش نحرق لك الدور، حيت خصو يتبدل لوكور ديالو، كاين واحد ترانسفورماسيون في لوكور ديالي حتى هي. دونك درنا المجهود ديالنا، زعما داكشي اللي خصنا نديرو درناه، وكنتمناو ان داكشي يعجب المشاهدين. هادشي اللي كاين الصراحه شي حاجه اللي زوينه عندي، انه كنشوفوا ان حنا الجيل ديالنا، وكاين الجيل اللي بحال قلتي كاينين ثلاثه الاجيال فهاد. دونك كنشوف انه التعاون مع كل شيء، الناس الكبار، لا السي الكافي، لا السي الخمولي، لا سعيده بعدي اللي كنت كنشوفها انا باقي صغير وكنشوفها في التلفازه وكنتفرجوا في عائله السي مربوح وكتعجبنا، وهذيك هذيك الام والمراه اللي حاضيه دارها وحاضيه راجلها، وباقي كنعقل على داك الشيء. وانا دابا كنمثل معاها كتحس بواحد هذا الاحساس زوين، زعما شي حاجه اللي ما كنتش كنتوقعها. والصراحه كنتمنى ان امور تدوز كما بغينا ان شاء الله.